قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، والفعل المضارع ترى أهو من الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية، لأن الرؤية نوعان: رؤية علمية ورؤية بصرية. فالرؤية هنا رؤية بصرية لأنها عديت بإلى، ألم ترى، والخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.